Hello. ايش رايك؟ هذا احلى. اوبا بنات البهيتاني متجمعين؟ لا صراحه غريبه هذه، لان انا اللي اعرف ان هذا البيت في قواعد جدا مهمه، واهمها ممنوع التجمعات. بس انا يعني انا صراحه معجب فيكم، انتم قاعد تكسرون هذه القواعد. مخلصت طقطقه ولا تبي تكمل؟ ما شاء الله تعال، انت كويتي بسرعه شكلك. ولا يهمك، الحين بحط ميزه عدم الطقطقه، وفي ميزه جديده اسمها الاجابه على قد السؤال. استغفر الله العظيم، واضح ان استخفاف دمك مطول اليوم، والظاهر انك مستانس زياده عن اللزوم. شنو سالفه عائله الخطوان؟ اي هذه الرياكشنات هي اللي قاعد تخليني اسال. وانت وش عرفك بالموضوع؟ طبيعي اعرف، مو اعدائنا. وصاروا اعدائك كذا من غير ما تعرفهم؟ ميانين. ايش فيكم؟ ترانا الوريث، فطبيعي اورث كل شيء حتى العداوه. وتورث عداوه ناس ما تعرفهم ولا قد اذوك في شيء بس لانك سمعت انهم اعدائنا؟ اوكي، شكلها عندك وجهه نظر مختلفه بالسالفه هذه، غير كل وجهات النظر اللي سمعتها. لا وجهه نظر ولا هم يحزنون، هذا الموضوع قديم واتوقع ان شاء الله راح ينتهي مع مرور الايام. ينتهي مع مرور الايام؟ لا يا شيخه، اقول لا تتكلمين لي برومانسيه وتفاؤل زياده عن اللزوم. كل شيء بالدنيا هذه ينتهي الا موضوعنا مع الخطوان. والله اي سالفه ممكن تنتهي وتتقفل، لكن واضح ان ما حد فينا عنده نيه. ولا هم بعد عندهم نيه. حبيت اذكرك اذا ناسيه، والزمن كفيل انه ينهي اكبر مشكله. الا هالمشكله اللي بيننا وبينهم دم على ما يقولون. هذا كلام نسمع من يوم كنا صغار وقاعد يتكرر علينا، بس ما احنا متاكدين من شيء. بس 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 شوي شوي علي، ترى ما استفدت من سؤالي ولا شيء، ولا فهمت منكم اي شيء. وش اللي ما فهمته بالضبط؟ لا بس واضح اللي قلته حق امكم كان صحيح. انا لازم اسمع وجهه نظر الطرف الثاني. ايش تقصد؟ من بالضبط؟ وجهه نظر ماجد الخطوان. يما انت رحت العهود اليوم؟ زيد، انت يوم عطيتني العنوان كنت عارف ومتاكد زين اني راح اروح لها. بشري، وطلعتي بنتيجة؟ سمعت كلامك؟ ما اخذت منها لا حق ولا باطل. ولا انت ماخذه منها شيء. بنت اخوك هذه راسها يابس مثل الصوان. والله ما ادري وش اقول ولا وش اسوي، ترى انا مو بناقصه مصايب.